كأخصائية تغذية بعرف أنه فترة الصيفية ممكن تكون من أصعب الفترات تنحافظ على وزننا ونحافظ على عادات غذائية صحية. فاليوم رح أعطيكم بعض النصايح تساعدكم تتمضوا فترة الصيفية بوزن صحي وبعادات غذائية صحية. أهم شغلة أنه ترطبوا الجسم وتشربوا دايماً المي بخلال اليوم، وكمان تبتعدوا كتير عن المشروبات الغازية، المشروبات اللي بتحتوي على السكر، وكمان العصائر يلي كمان بتحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية ومن السكر. نصيحة تانية بتقلكن إياها أنه تضلكن متابعين نظام غذائي والعادات الغذائية اللي أنتو اكتسبتوها الصحية، يعني تاخدوا 3 وجبات باليوم، تاخدوا سناكات، وكمان تاكلوا كمية كبيرة من الخضار وكمية كبيرة من البروتين، تبتعدوا من المقالي. واخر نصيحه بدي اعطيكم اياها وهي كثير مهمه، انه يضل معكم وجبات خفيفه صحيه، مثلا مثل المكسرات النيه، مثل الفواكه، الخضار المقطعه، يعني ممكن تضل معنا بخلال اليوم خاصه بخلال السفر تنحنا نقدر ناكل وجبات خفيفه كمان بسعرات حراريه خفيفه.